قل أطيعوا الله والرسول قل أطيعوا فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم والله سميع عليم إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةً بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا মান আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমাদের সবাইকে আল্লাহর কালাম পবিত্র কোরআন শরীফ বিশুদ্ধভাবে তেলাওয়াত করার তৌফিক দান করুক সবাই করে আমিন। সালাম আলাইকুম। আলহামদুলিল্লাহ।